السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. طبعا عيد، فانتوا شايفين ترمس. النهارده هنعمل مع بعض الترمس السريع اللي هو بيتعمل في نفس اليوم. خلاص النهارده كل سنة وانتم طيبين، بكرة الوقفة، وقفة العيد. ان شاء الله عيد مبارك علينا وعلى الجميع. الترمس اللي هعمله النهارده ده الترمس السريع او اللي بيقولوا عليه المستورد. خلاص، على فكرة الترمس المر اللي هو الترمس البلدي صحي اكتر عن الترمس ده. الترمس في العموم سواء بلدي بقى او مستورد فهو حلو جدا جدا لعملية الهضم. يعني انت لو انت واكلة وجبة تقيلة قوي وعايزة تنامي وحاسة انه الاكل قافش في معدتك ومش عارفة تنامي منه، او عندك حموضة، خدي شوية ترمس كده عليهم عصرة ليمونة وكليهم، بجد بيسرعوا الهضم جدا جدا. خلاص، كمان الترمس من الحاجات اللي بتساعد على التخسيس جدا جدا جدا. لو اكلتيه بعد سلقه كده من غير ملح بيبقى حلو جدا، يعني هو والليمون من غير ملح بجد بيعلي الحرق بطريقة حلوة قوي. خلاص، كمان الترمس حلو جدا لمرضى السكر، يعني مريض السكر. ويفضل كمان مش الترمس ده، الترمس المر كمان لو اكلتيه من غير ملح وانت مريضة سكر بيظبط لك السكر في الجسم، لان هو الترمس عموما بيعدل مستوى السكر في الجسم. بجد يعني فوائده كتيرة جدا جدا، حتى المية بتاعته الفوائد بتاعتها ممتازة. اللي انا هعمله النهاردة ده الترمس اللي هو اليوم الواحد ده ما بيتنقعش. في ناس بتنقعه، بس انا هعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة جدا. بالنسبة للترمس البلدي، الترمس البلدي بياخد على الاقل 3 ايام يتنقع الاول ليلة، وبعدين يتحط على البوتاجاز على نار عالية ساعتين، وبعدين يتغير له مية كل يوم، او مرة الصبح ومرة بالليل. الترمس ده ما بيحتاجش كل ده، هو بيتنقى كويس ويتغسل وبعدين يغلي على النار يستوي يعني، وبعدين بتغيري له المرة المية مرتين خلال اليوم او ثلاثة، يعني كل ساعتين ثلاثة كده تغيري له المية، وبعدين بتملحيه في مية نظيفة والموضوع انتهى. ومية الترمس لما اجي اصفي الترمس هقول لكم على الفوائد بتاعتها. المهم ده نص كيلو من عند اي عطار، قولي له عايزة ترمس مستورد او ترمس اللي هو سريع التحضير بتاع اليوم الواحد. بنقيه كويس جدا جدا لانه زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه حاجات بايظة، لازم يتنقى كويس جدا. وانتي بادئه تنقيه وتغسليه حطي ميه على النار، وخلي بالكم الحله اللي هتعملوا فيها تبقى واسعه شويه لان الترمس بيزيد. خلاص، خلي بالكم من الموضوع ده كويس جدا. الترمس بتاعي خلاص دلوقتي بقى زي الفل اهو قدامكم نضيف. تعالوا بقى نغسله مع بعض. الترمس بتاعي اهو بيتغسل علشان برضو لو في قشره او لقيتي حاجه او اي حاجه من دي بتشيليها منه على طول. هو ما طلعش كتير، يعني هما دول الحبه اللي طلعوا من النص كيلو. خلاص، هغسله الاول غسله بالشكل ده، شايفين تعملوا كده علشان طبعا بيبقى عند العطار بيقعد فتره طويله قوي عند العطار، وخلال الغسله تلاقوا حاجات زي كده، هتلاقوا الترمسيه اللي هي عامله زي القشره بس بتلزق في ايديكم، فدي ما بيبقاش ليها لازمه ان انت تستعمليها اصلا. خلاص كده، دي مرة بقفل المية الساقعة وبفتح عليه المية السخنة. الخطوة دي ليه؟ برضو هقول لكم علشان حاجة مهمة جدا. الترمس عموما او اي حاجة عند العطار بتبقى محطوطة في بلاستيك، المية السخنة هي اللي هتقتل لي اي ميكروبات جايلي من البلاستيك ده. خلاص، ومش هتأثر على السوا بتاعه نهائيا. الخطوة دي مهمة جدا. خلاص كده يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده خلصنا. شايفين الترمسية بتبرق ازاي؟ هسيبها بقى تتصفى حبايبي. الترمس خلاص اهو تصفى من مية، وادي المية على النار سخنت خالص. هنزل الترمس، بسم الله، ثانية بس هنزل الترمس كله. زي ما انتم شايفين كده الترمس اهو حطيته، وهسيبه بقى براحته خالص على نار متوسطة لحد ما يغلي ويستوي تماما. لونه هيتغير للاصفر بدل اللون البيج اللي انتم شايفينه ده، لونه هيبقى متغير للون الاصفر، وفي نفس الوقت
هيطرى خالص وهيستوي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. في حاجه مهمه جدا بقى، الميه بتاعته دي الميه اللي هي طالعه من الغليان بتاعه او من السوء بتاعه دي ما بتترميش، اللي بتترمي الميه اللي بنغيرها له. الميه دي بقى حلوه جدا 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 لاي حد عنده قشره في شعره، ممتازه جدا جدا، وانا عارفه المعلومه دي من خلال دراسه ومن خلال عطار كبير حراز اللي انتوا عارفين ان انا بروح عنده على طول. الميه دي صفيها من اي شوايب فيها، وخدي منها كوبايه حطيها على اي شامبو انت بتستعمليه. لو انت عندك قشره بتشيل القشره بطريقه فظيعه جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انت على طول بتحسي ان جذور شعرك بتحرقك، اغسلي شعرك بالميه دي وسيبي الميه على شعرك لحد ما تنشف، وبعدين اغسلي شعرك بشامبو عادي جدا. الحاجه الثالثه والمهمه، لو انت عامله صبغه وحاسه ان الصبغه نفسها حرقاكي في فروه الراس، بعد ما بتعملي الصبغه بيومين اغسلي شعرك بالميه بتاعه الغليان بتاعه الترمس دي، بجد وهم وهم ملهاش حل يعني، خطيره جدا. انا مستحيل هرميها لان انا اليومين دول عندي قشره شويه، فهستعملها هنضفها عندي واسيبها تبرد، وبعدين هحطها في ازازه واستعملها براحتي في اي وقت. خلاص لما الترمس بقى يستوي هرجع لكم ونشوف هنعمل فيه ايه مره تانية. حبايب قلبي خلاص الترمس استوى ولونه بقى اصفر زي الفل زي ما انتم شايفين، هو كهرمان زي ما بيقول. النص كيلو تقريبا دخل يعني، بعد ما زاد بقى عامل حوالي كيلو زياده ما شاء الله. عشان كده بقول لكم حطوه في حله اكبر، والميه بتاعته اهي لونها اصفر زي ما انتم شايفين. هصفيه وهرجع لكم. ادي الترمس اهو استوى خلاص، وادي الميه بتاعته دي انا هسيبها لما تبرد وهرجع اقول لكم هنعمل فيها ايه بعدين. دلوقتي هدي للترمس غسله سريعه من الميه اللي كان فيها. خلي بالكم لانه بيبقى سخن جدا، هغسله واحطه في طبق تاني وارجع لكم. حبايبي الترمس اهو بعد ما غسلته، طبعا بصوا انا دي هدوس لكم عليها بضفري وارميها مش هحطها معايا. بصوا استوت خالص اهي تمام. خلاص كده بقى ده هفتح عليه الميه البارده، هغطي الترمس تماما بالميه. ثواني افتح الفلتر لان الميه اليومين دول صعبه. هملاها هغطيه بالميه وهسيبه في الميه دي 4 ساعات، وبعدين هغير له الميه مره كمان. لما اجي اغير له الميه هاجي لكم. خلاص عقبال الميه بتاعته ما تتملي. شايفين الميه بتاعته بقى اللي هي اللي احنا غلينا فيها بتلمع ازاي؟ ده من زيت الترمس اللي بيبقى موجود فيه. عشان كده بقول لكم اوعوا ترموا الميه دي، وانا هبقى اقول لكم هنعمل بيها ايه لوحدها في فيديو منفصل. حبايبي عدى 4 ساعات وانا دلوقتي خلاص هغير الميه للترمس. لو في قشره فيه ولا اي حاجه بتلاقوها طلعت على الوش. واديكم شايفين نص كيلو ما شاء الله بقى عامل كميه يعني. هصفي دلوقتي الترمس واغير له الميه لاول مره. يبقى اول حاجه عملناها ان احنا نقينا الترمس، غسلناه كويس، غسلناه بميه سخنه، وبعدين حطيناه في ميه مغليه لحد ما استوى، وبعدين اخدنا صفيناه، اخدنا الميه هنستعملها في حاجات تانية يبقى ليها فيديو لوحده. ونقعنا الترمس في ميه لمده 4 ساعات، هنغير له الميه هنصفيه ونديله شطفه، وبعدين نغير له الميه ونحطه تاني 4 ساعات. انا دلوقتي هصفيه. خلاص كده دي تاني مره كنا حاطينه في ميه 4 ساعات، دلوقتي هصفيه اخر مره. وهديله شطفه احطه يتصفى، وهجيب العلبه بقى اللي احطه فيها في التلاجة. ادي العلبه اللي انا هحطه فيها على حسب ما لو خدته يعني كله ماشي، ما خدتوش مفيش مشكله. عامله بس ميه من الفلتر واحط ملح يعني حوالي معلقه ملح كبيره، ولو حسيت انه بعد كده عايز مفيش مشكله هحطه بقى في الميه والملح واحطه في الثلاجه واخد منه عادي جدا اكله، لانه خلاص ساعه بالظبط بعد ما تحطي الملح بيكون خلاص بيكون حاق يعني، بيكون الملح ظبط فيه.
ساعة بالظبط وبيكون الملح ظبط فيه، ممكن تاكليه عادي جدا. حطي له بقى ليمون، حطي له كمون، عاملين معاملة اسمه ايه، اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد، على معاملة الحمص، واعمله دقة براحتك خالص. دلوقتي احط الترمس في المية، حطيته كله في العلبة اهو، وهديله من فوق كده رشة ملح، ما تخافوش مش هيبقى مالح ولا حاجة، بس كده. وهسيبه كمان ساعة، اطلعه عصر على الليمون واكله عادي جدا، والف هنا على قلبكم. وبكده الترمس بتاعنا يكون خلص. زي ما بقول لكم استعملوه بليمون، حطوا عليه كمون، اعملوا دقة زي وزي الحمص، الف هنا على قلبكم. وزي ما انتم شايفين شكله بيلمع وزي الفل. اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.